4-3-1-2. سلية اليوم يلعب بالمنهال اللي ما شفناه المباريات اللي طافت، كان مغير يشوف اليوم المدرب تشكيلة الفريق. المنهالي على اليسار ورامي وسيرجين ورامين، هذه الأربعة اللي في الخلف، قدامهم مجدي ونذير وسعد. اليوم عنده تحركات للأمام لمساندة الهجوم والرجوع للوسط في حال فقدان الكرة. عندك محمد مدثر اليوم قاعد نشوفه يلعب تحت المهاجمين، واليوم نشوف عبد القادر بدل ميمي. ميمي اليوم في دكة الاحتياط، نشوف عبد القادر مكانه مع تياغو في خط الهجوم. اليوم يحاول مدرب السلية انه ما يحط مسافات كبيرة بين الخطوط، اليوم يحاول انه يقرب المسافات من الدفاع الى خط الهجوم. لما نشوف مدثر بين المهاجمين والوسط، نشوف مجدي بين الدفاع والوسط مع نذير، اكيد نذير وسعد من نوع دفاعيين اكثر راح يساعدونا اكثر، فهذا راح يساعد فريق السلية على التكتل والاعتماد على المرتدات السريعة عن طريق مدثر وعبد القادر وتياغو. كرة تلعب على راسية، الله كارامبوتشي أطول الأسماء، نعم يأتي ويسجل أول أهداف المباراة بكرة مع نهاية أهداف الشوط اللقاء الأول. كرة عالية لعبت وصلت، لم يكن متسللا، ارتقى، نعم ارتقى فوق دام كراوري ووضع الكرة بهذه الطريقة في الزاوية البعيدة على حارس المرمى فهد يونس. الله 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 الله، إنه السلية يكون البطل، إنه السلية يكون البطل. مهند علي بطولة كأس أريد للسلية. الله 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 الله، ابن العراق يظهر هنا في هذا المشهد ويعود. عبد القادر، مهند، مبروكين، تستاهلون أول بطولة للسلية بحضوركم. عبد القادر، لعبتم مباراة كبيرة بأمانة رغم الترشيحات كانت للريان. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كان يعني لغب في وقت يعني صعب جدا، يعني كان موسم جدا شاق لنا، يعني بدون إعداد وكثرة إصابات وتوقفات كثيرة، والحمد لله إحنا قدرنا نحقق يعني أقل شيء لنادي السلية. يعني الجماعة في الإدارة والجهاز الفني يعني اشتغلوا معنا كثير وصبروا معنا، وهذا أقل لقب نقدمه لهم، والحمد لله رب العالمين. ويعني ربنا أراد إن البطولة هذه تكون لنا، وأحب أقول الهارد لك لنادي الريان. طبعا قدموا مباراة كبيرة، تعرف اليوم كانت مباراة قوية بين الريان وسد والسلية، لكن الحمد لله والشكر يعني كل اللاعبين كانوا اليوم جاهزين على أتم الجاهزية، كنا مركزين بهذه المباراة، لأن تعرف هذا يعني إنجاز يعني يكون للفريق دافع معنوي، وكل اللاعبين اليوم قدموا وما قصروا، والكادر التدريبي هم يعني أعطانا الخطط التكتيكية اللي بالملعب وطبقناها، والحمد لله والشكر قدرنا نفوز، وهارد لك للريان. أهداءك الفوز هذا المن مهند؟ والله نهديه كل الجماهير اللي تابع هذه المباراة، حقيقة اللي بالعراق يتابعون هذه المباراة، طبعا نهدي لهم هذا الفوز ونقول لهم إن شاء الله يا رب القادم أفضل. كانوا متحمسين معك في تويتر قبل المباراة أكيد، وكانوا يشجعونك. مبروك مهند، يعطيك الصحة والعافية.